السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. أسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، اليوم هو 21 من هذا الشهر الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علو الهمة، اللهم أمين يا رب العالمين، والإقبال على طاعته وحسن الإخبات له سبحانه وتعالى وعز وجل. معي ومعكم فضيلة الشيخ سامي السرساوي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخي كريم. رحب الله بكم وأكرمنا الله وإياكم بطاعته ووفقنا للطاعة في هذه الأيام الكريمة المباركة، وألا يردنا خائبين. اللهم أمين. وأيضا معنا الأستاذ عمرو الجمال، مترجم لغة الإشارة. أهلا ومرحبا يا أستاذ عمرو. وإلى أن تأتينا اتصالات المشاهدين الكرام، نبدأ بالأسئلة الواردة على الصفحة، صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، حتى يتمكن فضيلة الشيخ سامي السرساوي من الإجابة عليها أثناء اللقاء إن شاء الله تعالى. أختنا تسأل على الصفحة تقول: كيف يكون الاستعداد لليلة القدر، وما هي علامات هذه الليلة وما فضلها، ونسألكم الدعاء لإخواننا بغزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الله أسأل أن يكرمنا وإياكم بطاعته، وأن يجعلنا دائما من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الموفقين لهذه الليلة التي تسأل عنها السائلة الكريمة، بارك الله تعالى فيها. أما عن ليلة القدر، فالله أسأل ألا يحرمني والجميع من المسلمين والمسلمات من فضلها ومن كرمها ومما أعد الله تبارك وتعالى. فأقول للأخت الكريمة: ليلة القدر كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم خير من 1000 شهر، ومعنى ذلك هذا بحسابات بسيطة بيعادل في عمر الإنسان 84 سنة. تخيلوا معايا ليلة من الله بها على أمة الحبيب محمد، إذا اجتهد الإنسان في طاعة الله فيها من قيام أو قراءة للقرآن أو تذكير ذكر وتسبيح وتحميد، كل على قدر اجتهاده، فإنها تعدل عبادة 84 سنة. السؤال: من منا يعيش 84 عاما؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 70 و60، 60 و70، يعني قليل من يتجاوز هذا. فالعاقل الناصح الذي يستغل هذه الليلة في مرضاة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتحراها في الليالي الوترية، والليالي الوترية 5 ليالي: ليلة 21 الليلة الماضية، النهاردة 21، وليلة الله يرضى عنه وعنك 23 إن شاء الله اللي هي بكرة، ليلة الغد، الغد يعني نقول بكرة الحد يعني، وليلة 25 التلات، وليلة 27 الخميس، وليلة 29 السبت. يعني خلصت 27 خميس صباح الجمعة يعني. أي نعم، يعني أنا عندما أقول الليلة يعني أنا بذكر اليوم، اليوم يعني اليوم الليلة التي بعده، الليلة يعني مثلا النهاردة، إحنا النهاردة نقول بكرة يبقى بالليل، يعني ليلة يعني أصبح عندي الليالي اللي احنا قلناها ديت هي اللي بقي 5، راح منها ليلة، فبقي عندي 4 وإن كان في العشر الأواخر الفضل كله، يعني بالتأكيد أنا ما قلت التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، حبيبنا قال التمسوها. وليس معنى كلامي إن أنا نأتي إلى هذه الليالي وأنشط ثم أنام في بقية الليل. شيخنا، من فعل هذا أظن أنه عنده خلل، لأن حال الطائع الملهوف الراغب في طاعة الله عز وجل لن يسير على سطر ويترك بورك فيه سطورا. الطاعة يعني دائما تجر إلى طاعة، والطاعة تدل على أختها، فمن المستحيل أن يكون إنسان شغوف بطاعة الله
قريب من الله تبارك وتعالى، يبغي القرب ويزداد، ثم يأتي ليلة وينام الأخرى، أو يطيع في وقت ثم يغفل عن الآخر. شأن الصالحين وشأن الطائعين أن طاعتهم موصولة لا تنقطع إلا لعذر، حتى حال انقطاعهم لعذر كمرض وما إلى ذلك، فإن الله يجري لهم هذا الفضل وهذا الثواب. لذلك أنصح نفسي وإخواني الأفاضل لا تغفلوا عن الجد والاجتهاد. وقلت مرارا لإخواني حتى في دروسنا خلال صلاة التراويح، من قصر فيما مضى من الأيام، خلاص رمضان دخلنا في العد التنازلي، كلها كمان يوم واحد اللي هيعدي بكرة، وحنقول العد التنازلي اللي هو اليوم اللي هيعدي ملوش تاني، يعني ملوش تاني في رمضان. الحد ده أكيد من غير سلام وكلام، لأنه هيبقى 29 رمضان، الاثنين فيها قول، قد الرؤية تثبت وقد لا تثبت، لكن الثلاث مفيش، الأربع مش هيحصل، لأن احنا شهورنا العربية أقصى سقف ليها 30 يوم، فما فيش عندنا 30، يا 29 حسب الرؤية ما هتقول. علشان كده بقول لإخواني الكرام، يا من قصرت فيما مضى من أيام رمضان والليالي، جد واجتهد وانشط في الليالي والأيام الباقية، وحاول تستودع رمضان هذه الأيام الكريمة المباركة وتلك الليالي عمل صالح يشهد لك عند الله، يشهد لك عند الله تبارك وتعالى. فأقول للكسالة، يعني لو بقى كسيه شويتين ما تزحلات، يعني أنا حضر زحلات، زحلات مشاور على نفسي بقولك الله يرضى عنه عنك، كسول زحلاتي كده، نقول له انشط حتى في الليالي الوترية، يعني مش قادر تشد حيلك في العشر أيام، مش عشر خلاص النهاردة 21 كل عام وانت طيب، يعني 8 أيام أو 9 أيام حسب ما يكون القدر الله سبحانه وتعالى، اللي مش قادر ينشط فيهم ما تحرمش نفسك الليالي الوترية، اشتغل فيها شوي جد وكتاب. والله من ذاق وعرف لذة وحلاوة الطاعة في رمضان يعني يتمنى الموت لو غفل عنه. شايف الكريم، ربما هذا السؤال يعني متكرر، لو كان رجل يعمل بالليل ولكن لا يصلي من الليل في هذه الليالي العشر إلا العشاء في جماعة وإلا الفجر في جماعة، هل يحرم هذا الثواب، ثواب ليلة القدر، أم هو يعني ما دام قد حافظ على الصلاتين العشاء والفجر في جماعة فإن شاء الله هو معه؟ والله لن يحرم من اتجهت نيته إلى الخير، لا يحرم فيعامل بنيته. إنسان ليس عنده متسع من الرزق إلا العمل في هذه الأوقات، ماذا يفعل؟ ينام في البيت، يتسول ويتكفف أيدي الناس، هذا يعطيه وهذا يمنعه، أم أنه يحافظ على الفريضة المكتوبة ثم ينطلق ليعمل ويجتهد ليكف نفسه وأهله؟ نقول له حافظ على الفريضة ثم انزل إلى عملك واشغل نفسك بالأذكار، تحصل الأجر والثواب، ولن تحرم فضل وخير هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، أختنا أيضا تقول الدعاء لإخواننا في غزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الغمة بداية عن أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه في مشارق الأرض ومغرب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة وفي فلسطين عامة وفي سوريا وفي العراق وفي مشارق الأرض، صرنا ندعو فلا نستثني أحدا من أقطار الأرض، فصار المسلمون للأسف الشديد والقلب مكلوم ومحزون في مشارق الأرض يستحقون الدعاء، قل أن تجد بقعة لا يشملها الدعاء، نسأل الله العفو والمعافاة. في أماكن ما فيش حد يعرفها زي الأحواز كثير جدا وبورما كثير، ده بيولعوا فيهم ويقتلوهم المسلمين بالذات، إنما يأتون بهم أحياء ثم يضعونهم على ما يشبه المقلاة، يعني حاجة شيء حديد ثم يضعون الرجال والأطفال والنساء عليها والنار تحتها تلتهب، والمسلمون في غفلة، والمسلمون للأسف الشديد إنما غافلون عاكفون على ماتشات كرة القدم الأفلام والمسلسلات، عزك الله، مسارعة الحمير والتيران، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله تبارك، لا خلاف على ذلك. فأنا أقول اللهم يا رب ارفع الغمة عن إخواني في فلسطين في غزة وفي غيرها من مشارق الأرض ومغاربها، اللهم وقد فقدوا السند والنصير فكن لهم سندا ونصيرا، اللهم اشف مريضهم واقبل شهيدهم، اللهم بقدرتك يا الله داوي مرضاهم، واللهم أطعم جائعهم، اللهم كن لهم يا أكرم الأكرمين، إنك على ذلك قدير في هذه الأيام الكريمة المباركة يا رب. آمين آمين آمين. أما فيما يتعلق بالعلامات، هذا أمر اجتهادي لأهل العلم، وإن كانت هناك بعض الروايات تقول
أن الشمس في صبيحة هذه الليلة تكون بيضاء، يعني ليست محرقة، ليست شديدة ساطعة، فنقول على العبد أن يتحرى هذه الأيام ويجتهد. الناصح اللي عايز يتاجر من أول العشرة ما بدأت، ده زي النبي ما عمل. تقول أمنا عائشة في الصحيحين تدلنا على هدي النبي في العشرة الأواخر وليس في الليالي الوترية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر ثم أحيا ليله وأيقظ أهله. إذن النبي كان بيخص العشر الأواخر بثلاث حاجات: شد المئزر ببساطة، كناية عن الجد والاجتهاد في الطاعة، ثم إحياء الليل هو داء أبو الصالحين، وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فريضة عليه القيام. نعم، وليس فريضة. أنا عايز بس لقطة، يعني أنا بأقول للكسول نفسي. معك اتصال؟ نعم، فضل. طب قبل اللقطة نأخذ الاتصال. أم مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله. معنا الاتصال يا أستاذ عدنان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. لو سمحت عايز أسأل الشيخ، أنا كان لي ابني متوفي وكان حافظ كتاب الله وكان بيحفظني القرآن الكريم. عنده كم سنة يا مصطفى الله يرحمه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. توطي التلفزيون يا أختنا من فضلك عشان الكلام بس. في خالص يا كان عنده كم سنة رحمة الله عليه؟ أنا لي هو شاب، يعني كان حافظ كتاب الله وكان بيحفظني القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين توفاه الله وهو على هذا الحال. فهو يعني هو كان بيحفظني سورة البقرة، هل أقرأها لي؟ يعني أقرأ سورة البقرة زي ما هو كان بيحفظاني، هل أقرأها لي ثوابا لي؟ انت أصلا وانت بتقرأيها كده انت في ميزان، وربنا يتقبل. شيخنا يجاوبك. حاضر، ربنا يرحمه يا أختنا، ربنا يرحمه. حاضر حاضر. أمين يا رب. في سؤال تاني؟ شكرا على اتصالك. نعم شيخي، العلامات والأمارات لليلة القدر. فأنا أقول تخيلوا، نعم، الخيبان الزحلاتي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كده. لا والله أنا مذنب، أنا مذنب كبير، اغفر اللهم لي ولكل المذنبين يا رب. آمين، آمين يا رب، وسامحنا وعفو عنا. فأقول لإخواني، إذا كان سيدنا وحبيبنا صاحب المكانة العالية والقدر العالي يقوم الليلة لا وزر ولا ذنب ولا خطأ ولا معصية، أولى بالحقير مثلي بالمذنب العبد الذنوب أن يكون حريصا على هذا القيام. فأقول لإخواننا الكرام، اجتهدوا في العشر الأواخر مثل ما كان يفعل حبيبكم صلى الله عليه وسلم من قيام ليل أيقظ أهلك. بيوت المسلمين للأسف لا تنام، لكن على الأفلام إلا من رحم ربي، على المسلسلات إلا من رحم ربي. الإنسان هو في طريق للتهجد أحيانا تغلبني دمعتي حقيقة لما أرى من هذا الكم الهائل الجالس على المقاهي، تدخل المسجد لا تجد إلا القليل. قلت سبحان الله، صدق الله في القرآن الكريم، إنها لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور. يفصله عن المسجد أقسم بالله عرض الطريق. والله عرض الطريق. شيخي الذي يذهب إلى الأسواق ويتعامل مع الناس الذين يبيعون ويشترون إلا من رحم الله يجد العجب العجاب. بعضهم إلا من رحم الله ربما لم يصل إليه رمضان وهو لم يدرك أن رمضان قد أتى أصلا. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يتوب علينا. أستاذ محمد السلام عليكم. قطع الاتصال، عود الاتصال. أمس وأنا في طريقي لخطبة الجمعة أخ استوقفني بائع في أحد الأسواق وفي يده السجارة وكأنه يريد أن يجعلني أراه بالسجارة، يعني إن لله وإنا إليه راجعون. فذكرت له حكاية رجل مات فجأة فجاء أول أمس، فحتى يعني أذكر نفسي وإياه، قلت له مش فلان مات وهو ماشي في الشارع؟ الله يرحمه ويحسن إليه، عشان ربنا يعني لعله. فالواحد بيحزن فعلا وحزنا شديدا لما يرى مثل هذه المواقف يا شيخي. نعم يا أخي الحبيب. من معنا؟ الأستاذة سومة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي. ربنا يبارك لك. ممكن أول سؤال لو سمحت؟ قولي ما تريدين، تفضلي. لو سمحت، أنا ما بتكلمش مع أخواتي البنات ونفسي أصالحهم وهم مش راضيين، أعمل إيه معي عشان ربنا يرضى عننا في الأيام دي؟ ربنا يرضى عننا. مين في كل يعني أنت اللي بدأتي ولا هم اللي بدأوا بالخصام يا أستاذة سومة؟ هم والله. وبحاول بالصلح بالصلح. ربنا يصلح ما بينكم. حاضر حاضر يا أستاذ سوم. أستاذ مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم. أهلا مرحبا أخي كريم، تفضل. ربنا يحفظك ويحفظك ويحفظ المسلمين، تفضل. كنت عايز استفسر لو سمحت، الفلوس الفايده اللي بتكون على البنوك او في دفتر التوفير حكمها ايه في الدين؟ حاضر حاضر يا استاذ مصطفى، جزاك الله خير، عظيم. احنا انتهينا من العلامات. نعم، شيخ الكريم، تكمله خفيفه بسيطه. كثير من شبابنا الاكارم يسالوني كثيرا في الطريق، في الطرقات، عبر الهاتف، في المساجد، لماذا لم يمكن الله لامتنا؟ فاقول له سؤالك مغلوط وسؤالك معكوس. فيقول كيف؟ اقول له سل السؤال على الطريقه الصحيحه، ما الذي قدمناه لنستحق به التمكين؟ ان تنصروا الله بورك فيه ينصركم. ليس هذا، بعض اخواننا شابنا يتخيل انها لغه تيأتيئيس اطلاقا. الله لا يجامل احد. هل انا وانت والمسلمون في مشارق الارض اعز اكرم على الله من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. يوم احد ماذا حدث مع الحبيب؟ نتيجه خطا واحد، ومش خطأه هو، خطأ البعض، غيره، بعض الصحابة وليس الكل، الذين لم يسمعوا للنبي ولم يثبتوا على الجبل. لا، اجتهدوا حتى هم لم يتعمدوا الخطأ. بالضبط، نعم. لكن أريد السؤال، إيه كم من كم إيه؟ ما الذي وفقنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول لإخواننا الكرام، ما تعاني أمتنا اليوم بسبب أعمالنا، بسبب معاصينا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلي وعليك وعلى الجميع أن نراجع أنفسنا سريعا. ليس بعيب، والله والله ليس بعيب أن نخطئ، لكن العيب أن أعرف خطئي وأصر عليه. نسأل الله العافية. أمين يا رب. هنا الأخت أم مصطفى، ربنا يرحم ابنها، كان يحفظ القرآن ويحفظها سورة البقرة. هل لا أن تقرأ البقرة، سورة البقرة، وتهب ثوابها له؟ أقول لأم مصطفى هنيئا له يا أم مصطفى، يا أم مصطفى فلا تقلقي، فأهل القرآن لهم عند الله قدر ومكانة، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصة الله تبارك وتعالى. فأسأل الله أن يلحقنا به على خير، يجمعنا به في روضته في الجنة، في مستقر رحمته، في صحبة الحبيب محمد صلى الله عليه. فلا تنزعج كثيرا، فهذه خاتمة طيبة، أنه كان من أهل القرآن يحفظ ويحفظك. اعلمي 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 أن ما قام به ولدك من تحفيظ للقرآن رصيد يجري له إلى أن يرث الله الأرض من عليه. اتخيلي كده، حفظ 5-3-4، 5-3-4 دول قاعدين يقرأوا القرآن وبحفظوا غيرهم، له نصيب في هذا العمل إلى ما شاء الله. أنت قراءتك حتى وإن لم تنوي، لأنه الذي حفظك هذه السورة الكريمة المباركة، فإن له فيها أجر وله فيها نصيب إن شاء الله تبارك وتعالى. سأل الله أن يكرمك وأن يصبرك وأن يثبتك وأن يجعل مثواه الجنة في أعلى الدرجات. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين، وجميع المسلمين جميعا يا رب العالمين. الأخت سومة لا تكلم أو لا يكلمها أخوتها أو أخواتها، وتريد أن تتصالح معهن، فماذا تفعل؟ هي تريد ولكنهن لا يريدون. أقول لأختي الكريمة حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لا يحل لمسلم، يا ريت كلنا نتأمل حديث ده، انت لسه قايل التعبير يحتاج حلقتين ثلاثة. كتير من الناس ما شعر برمضان، صح؟ ليه؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم، ده الكلام ده مش رمضان بس، في كل الأيام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ثلاث ليالي كافية، ثلاث أيام كاملين. ممكن أختلف معاك، اختلفنا في العمل، اختلفنا في معاملات، اختلفنا في أي شيء، وارد في كل الناس. أراجع نفسي وتراجع نفسك. المخطئ فينا يعتذر لأخيه، والاعتذار لا يقلل من شأن صاحبه، بل يرفع قدره عند ربه وعند الناس. هي تريد، نعم، أكمل. فأقول لأختنا الفاضلة الكريمة، ابدأي أنت، حتى وإن كانوا قد قطعوك، حتى وإن كانوا في قسوة، أعلموا ما أنت فيه. أسأل الله تعالى أن يرفع الغمة عنك وعن جميع المسلمين. ارفعي سماعة الهاتف، كلمي أختك هذه، اتصلي على نفسك وعلى الشيطان، وكوني أنت الأخير والأفضل. خيرهما الذي يبدأ بالسلام، هب أنهم أغلقوا الباب في وجهك ولا يريدون أن يكلموك. فوضي أمرك إلى الله، واعلمي أنك بعملك إن فعلت خرجت من القطيعة، ورضي عنك رب الأرض والسماوات، وهم يتحملون الوزر أمام الله تبارك وتعالى.
لكنها لا تيأس وتحاول مرات ومرات. كل يوم كل لحظة كلما لو التقيت بأخواتك في الشارع في البيت كلميهم. الدعاء يا شيخي فضيلة الشيخ سامي، هل تدعو الله وهي ساجدة نعم. أن يصلح ما بينهما؟ تكثر من الدعاء في سجدة أن يصلح الله ما بينها وبين أخواتها أو أخواتها. تدعو الله وتلح في الدعاء أن يصلح الله قلوبهم، أن يصلح الله ما بينها وبينهن. إن الله تبارك وتعالى لا يرد عبدا صادقا. آمين. من معنا؟ السلام عليكم. أم محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكون فضيلة الشيخ؟ الشيخ يسمعك، تفضلي يا أختنا. أيوة فضيلة الشيخ، أنا ضعت في رمضان ده خالص والله، ما عنديش عارفة أعمل إيه خالص، يعني ما بصليش غير الفرض بس. والصيام أخباره إيه يا محمد؟ إيه؟ والصيام أخباره إيه؟ بصوم بس والله العظيم مش عارفة أصلي خالص التراويح ولا عارفة أقرأ حاجة. في حاجة شغلاكي عن هذه الطاعات أو العبادات يا أم؟ أبدا والله خالص، ما فيش غير أي حاجة. حاضر. طب حاولتي إن أنت أم محمد حاولتي يعني مثلا تقومين الليل وحدك مثلا، أو تذهبين إلى مسجد قريب في صحبة آمنة تصلي ولا حاجة؟ إيه؟ حاولت كتير وبروح المسجد لكن مواظبة على صلاة الخمس في ميعادها مش كده، في مواعيدها. اه والله طب الحمد لله. مش متابعة اي مسلسلات ولا اي حاجة، بس مشكلة ان انا مش عارفة اصلي التراويح ومش قادرة اقرا اية في القرآن اللي تعب. انا بس اقولك يا ربنا على هذه الحالة، يعني دي بمزح على نفسي وخاطب، هتبقى اعمل ايه طيب؟ ربنا يصلح حالنا وحالك يا اختنا. حاضر، استعيني بالله والشيخ الشيخ سيجيبك ان شاء الله تعالى. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياك علو الهمة. امين. حاضر. امين. من معنا؟ اسامه، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا مرحبا اخي كريم. وطي التلفزيون واسمعنا من تليفوني اخ اسامه. ايوه، السؤال الاول، ما حكم اللحيه وحكم التكفير، وهل يعتبر حالقه مجارب السوق؟ السؤال الثاني، حكم صلاة الجماعة. السؤال الثالث، حكم الموسيقى. ولو سمعت عايز رقم الشيخ. خد رقم الشيخ من الكنترول. الموسيقى. حاضر. جزاك الله خير يا استاذ اسامه. عظيم. اخونا مصطفى يسال عن فوائد البنوك والبريد. ما يطمئن قلبي الى هذا اليه انها محرمه شرعا وانها ربا، وعلى المسلم أن يتخلص من هذه الفوائد في مشروعات عامة كبناء مدرسة أو مستشفى أو ما شابه ذلك. نعم، جزاك الله خير شيخ كريم. أم محمد ربنا يصلح حالنا وحالها يا رب، يعني تريد أن تصلي القيام وتقرأ القرآن ولكن ولا تتابع المسلسلات سبحان الله، وتحافظ على الصلوات وتصوم، ولكن في حاجة بتمنحها. إيه الحاجة دي يا شيخنا؟ أقول لأختنا الكريمة بارك الله تعالى فيك، يجب أن تعلو همتك، يعني لا بد أن يكون عندك إرادة. الأمر ليس صعبا ولا شاقا. ففي بيتك عندما تنتهين من صلاة العشاء قومي صلي ركعتين في ركعتين، بقول هو الله أحد، لا أقول بمصحف بجزء، حتى تقوى الهمة وحتى تعلو الإرادة عندك. لكن الله يصلح حالنا وحالك، مش تقعدي في غرفتك او في البيت وضع يدك على خدك ثم تقولي انا مش قادرة. ما تستسلمش. لا للاستسلام. يعني انا يعني هي تقول بارك الله فيها لا تتابع لا تلفزيون ولا افلام ولا مسلسلات. طيب ده في حد ذاته عبادة. ومحافظة على الصلاة الخمس. جميل، هذا هو الفريضة. ان الله افترض عليكم صيام نهار ولم يفترض عليكم قيامه الليل، مش فريضة. لكن هو انا باخد بيه اجر وثواب. فالله يصلح حالنا وحالك، حفظت على الفروض جزاك الله خير. لكن انت جالسة ومش نايمة، طب بتعملي ايه؟ فبقول لاختي الكريمة ما تستسلميش، ده لغة استسلام ويأس، لا ينفعش. اروح اي مكده توضى الله يصلح حالنا وحالك. النهاردة صلي 3-4 ركعات، صليك ركعتين 4-6، ها ما شاء الله، بقول هو الله واحد في كل ركعة. بقول هو الله واحد في كل ركعة وانت ساجدة كده، قول يا رب انا بستغيث. صلوا نرجع تاني لان الموضوع ربما هي يمكن افضل حالا من غيرها. كثير تبكي وحزينة، ويمكن الحالة دي تؤجر عليها. اخونا محمد، ونعاود الاجابه ان شاء الله. اخونا محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا، تفضل. اكلم الشيخ يا سماح. الشيخ يسمعك حبيبي، تفضل.
انا في عندي سؤالين بقى. نعم. الو، احنا ساكتين، اتكلم يا اخ محمد، وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون، اتفضل اتكلم. زوجتي اريد ان تتنقب وبتاع، يعني امسحها دايما كثيرا على اساس انها تلبس النقاب وبتاع، هي لحظات الحجاب، ولو اصريت على هذا ممكن تسيب البيت وتذهب الى والدها، يعني في الصبر عند والدها. يعني لو انت اصريت على النقاب هي بتسيب البيت وتمشي؟ ممكن، لو انا اصريت ان انا خليها تلبس النقاب ممكن تسيب البيت. طب وليه انت ليه انت بتقول ممكن؟ يعني هي لم تفعل هذا. انا عارف ان النقاب ده فرض يعني. طيب الشيخ هيجاوبك. السؤال الثاني. السؤال الثاني، انا شغال في شركه، وفي الشركه دي بيقول سواق جديد بيشغل اغاني، فدايما بنصحه كثير ان هو يبطل الاغاني ده، لان في نص وحديث، النص والحديث ان هو ايه غلط ان هو يشغل الاغاني ده، لان حرام. تمام، كلمته نصحته؟ نصحته كثير يعني، كثير جدا ماشي، وذلك برضه يعني ما بخش ساعات بركه بالكميه، انا مش عايز الناس اللي معايا ممكن هم عايزين يسمعوا، يقول لي يا عم انت مالكش دعوه، انت هو حر وبيسمع نفسه مثلا او كده، بس الصوت يوصلني انا. يرد عليك الهتيفه يعني. حاضر. طيب حاضر يا استاذ محمد، شكرا على اتصالك. عظيم، شيخي الكريم اسال الله عز وجل الهدايه، علو الهمه. نعم. اختنا تصلي وتصوم والحمد لله رب العالمين، عندها الحرص على الطاعه. نعم. الحمد لله، لكن في حاجه بتزياد وهي نفسها تريد هذا. نعم. لكن الاستسلام اللي هي وصلت اليه ده يعني عدم قبول ولا لا ولا ضعف ايمان ام ماذا يعني؟ هذا نتحدث عنها وعني وعن الاخرين. نعم. عن كثيرين. هذا ضعف، ليس عنها وحدها. هذا ضعف في الاراده. وليس عدم قبول قول بيد الله سبحانه وتعالى. قصة أو جزئية شيء بيمنعني، الشيطان مسلسل في رمضان. يقول لك أنا عايز أصلي ومش عارف. مش عارف ليه؟ يعني السؤال إيه اللي منعني؟ أنا قمت اتوضيت ومش حافظ قرآن، مش مشاكل. قل هو الله أحد. مش حافظ قل هو الله أحد كمان؟ اقرأ الفاتحة وصلي. يعني الأمر ليس يعني محتاج من أختي الفاضلة عندها نوع من الإرادة، قوم اتوضي وقوم وقف بين يدي ربنا. لا يكون العبد دائما وابدا يبغي الوقوف بين يدي الله والله يتخلى عنه، بل سيقيمه الله بين يديه. هذه نصيحتي للاخت الفاضله، لكن تستسلمي مرفوض. تستسلمي وتحرمي نفسك من خير انت في امس الحاجه اليه. لا، ما تستسلميش، قومي وتوضي وصلي ركعتين، هيجيبوا ركعتين حتى تذوقي لذه القيام. نعم. ونصيحتي للاخت الكريمه وغيرها فضل الله عز وجل، اطيعوا ربكم في نهاره يكافئكم بالقيام بين يديه ليلا. نعم، والذين جاهدوا فينا. نعم نعم. استاذ من؟ السلام عليكم. استاذ سمير. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا يا استاذ سمير، تفضل. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا حبيبي. طيبين. كنت حضرتك بخير وبصحه وسلامه، تفضل. انا كان عندي سؤال بسيط، بس كان في عندنا اثنين جيران بينهم مشكله، واخد بالك؟ نعم. فالناس بتصلح منهم، فواحد منهم حلف يمين قال انا مش صالح وتكون زوجتي حرم عليا طول العمر، وتكون زوجتي حرم عليا طول العمر، ما انا هعمل كده. فكنا عاوزين نعرف اليمين ده ايه، اليمين ده كفاره. هو لازم نعرف، لازم الشيخ يعرف نيته ايه يا عم سمير. استاذ سمير، الاخ اللي قال انا زوجتي تكون حرم عليا طول العمر، كانت نيته طلاق ولا زهار ولا كانت نيته فيها ايه؟ هو كانت نيته من نية بتاعته ان هو ما يعملش بتاع ده، ما يتصالحش هو وجاره، دي اهم حاجه. ما يتصالحش هو والاخر، المشكلة كانت بينه وبين مراته ولا بينه وبين واحد تاني؟ المشكلة بينه وبين واحد تاني. يعني مراته مش مالهاش شأن يعني. مالهاش شأن بالموضوع تماما، لكن هو في ساعة يعني زي ما هو كان بيحلف اليمين عشان يمتنع بس عن الفعل الصح. انت سالته عن النيه بتاعته ولا حضرتك بتجتهد؟ لا 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 لا، سالناه لان الموضوع ده انا راجل اهلي وهم سالوني وانا بستعين بيكم. يا رب يكرمك يا حبيبي، ربنا يصلح لنا وحالنا. حاضر يا شيخ سمير، حاضر. شيخنا هيجيبك ان شاء الله تعالى. في سؤال اخر؟ جزاك الله كل خير. عظيم.
أخونا أسامة يسأل عن حكم اللحية وحكم تقصيرها، وهل حالقها يعد مجاهرا بالسوء؟ أقول للأخ الحبيب، اللحية عند جمهور أهل العلم يحرم حلقها، عند جمهور أهل العلم يحرم حلقها وإن كانت سنة. حكاية أنه مجاهر بالمعاصي، على رأي الجمهور نعم مجاهر بالمعاصي، لكن على رأي من يرى أنها ليست فريضة أو ليست يعني محرم حلقها، ليست مجاهرة بالمعاصي. العبد ينبغي أن يكون متشبها بحبيبه صلى الله عليه وسلم، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح، فلا يحرم العبد نفسه ولا يحرم العبد أجر متابعة النبي. طبعا عندنا الفلاسفة كتير يقول لك يا عم النبي له سنن كتير، يتابع في أي سنة تانية؟ يا جت في دي يعني هي باللحية يا عم الشيخ، الله يرضى عنك. لهم تابع في دي ولا هم تابع في غيرها، ودايما اللي اتلمت كده بالضبط بيبقى يعني لا. أنا أقول للإنسان إلا ما رحم الله، السمت هذا مطلوب لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو شفنا سيدنا مصعب بن عمير، لو رأيت سيدنا مصعب من بعد قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول لا يشبهه أحد أبدا في خلقته معرومة، لكن من شدة تشبه سيدنا مصعب بالنبي اللحية، ربطة العمامة، حركة مشية النبي يقلده، انحداره، لو رأيته من بعد تقول ده تقول النبي. وذلك لما قتل سيدنا مصعب يوم أحد، اللي قتلوا من ظهره، قال قتلت محمدا ورب الكعبة، لأنه لم يرى وجهه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ناخذ اتصال ونعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا معنا يا أخي الحبيب. أيوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ مروان تفضل تفضل. تمام. بص يا شيخ ثاني، والله أنا والدي توفى الله من 3 أسابيع. وطبعا الوالدة طبعا ما ينفعش تخرج غير بعد 3 أشهر أو 130 يوم أو في مثل ذلك. 14 و10. نعم. 14 لكن هل مثلا 14 و10 أيام؟ نعم ده بنص الآية. نعم. وهي طبعا يعني عندما تجلس في البيت لوحدها طبعا تتذكر الوالد، وطبعا النفسية طبعا بتبقى تحت الصفر وكده يعني. فطبعا فالواحد بيقول مثلا يبقى عايز مثلا يخرجها شوية مثلا، أو يوديها مثلا عند بيت أحد من أخواتها وكده. فطبعا ما ينفعش تخرج طبعا غير للضرورة القصوى. فأنا بس عايز أستفسر حضرتك يعني هل ينفع تخرج ولا لا؟ أصل هي نفسيتها تعبانة جدا، وطبعا جلوسها في البيت فطبعا بيجي على صحتها وعلى هي لوحدها. أستاذ مروان الوالدة ربنا يديها الصحة ويرحم الوالد يا رب وجميع موتى المسلمين. في البيت لوحدها مفيش أخت ليك أخ ليك عايش معاها في البيت؟ لا والله الأخت متزوجة، وطبعا بتجي لها طبعا كل أسبوع مرة أو كل أسبوعين مرة، والأخ بيشتغل وأنا بشتغل، فواحد بيجي كده مثلا على الوحدة على الساعة 8 كده. طيب واضح الكلام يا استاذنا. حاضر الشيخ هيجاوبك. حاضر. ربنا شكرا لك يا شيخ. ربنا اللهم امين. ربنا يلقي على قلبها كده الصبر والسلوان ويصبرها. حاضر جزاك الله خيرا اخي عظيم. شيخي الكريم، موضوع اللحية انتهى؟ نعم. اقول للاخ الحبيب او كل اخواننا هذا ينبغي ان احنا ننتبه اليه، تشبهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مطمئن قلبي، لي لا ابيح حلقها باي حال من الاحوال. تمام عظيم. كان مرة حضرتك سئلت هذا السؤال، واحد قام بعد سؤال طب واللي راح الجيش يا مولانا يعمل ايه؟ ده موضوع تاني احنا بنسميها ضرورة. انا بقول لاخواننا وشبابنا اللي هيأدي الخدمة العسكرية، احلق يا ابني لحيتك وأدي خدمتك، بمجرد ما تطلع اعفي لحيتك مرة ثانية حتى تستطيع انك تتحرك بحرية كاملة ان شاء الله سبحانه وتعالى. اما حكاية حلق التقصير منها لا يجوز الاخذ منها مقدار القبضة، هذا كان يفعله ابن عمر في الحج والعمرة، ما سوى ذلك فلا. حكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، ومع ذلك شدد النبي على تركها صلى الله عليه وسلم. مش معنى كلامي سنة خلاص مش عامل سنة شيخ. صحيح أنا إن صليت الفريضة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهور، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان. سقطت عنه الفريضة. سقطت الفريضة. لكن النبي له أحاديث بتشدد على صلاة الجماعة في المسجد، منها لقد هممت أن آمر بالصلاة عشاء تقام، ثم أتخلف إلى رجال تخلفوا عن الجماعة أحرق عليهم بيوتهم. ده وصفهم بالمتخلف. أي نعم. ذلك المتخلف أو هذا وليس هذا فقط. أنا السؤال متخلف عن الصلاة. أنا متخلف عقليا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ ابراهيم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا. طيب مرحبا بك يا شيخ. نعم. بس كان في سؤال بس، كنت قرات على كوب من الماء، قرات بعض ايات القران. اليوم في المرة. قرات بعض ايات القران وهممت ان اشرب من الكوب. الشربه الاولى تذكرت النصاب. تذكرت ليه؟ ولكن انك صائم. ولكني اكملت الشرب بعد كده ما شربتش. يعني انت وانت بتشرب تذكرت انك صائم ومع ذلك شربت؟ ايوه تمام. لا تذكرت ان انا صائم يعني تذكر يعني ايه؟ ما كانش، ولكن نزعت الماء على طول يعني. طب كويس. انا اكملت الشرب الاولى. يعني في صدري ان يعني اكون افترض لا. طب انا معلش عشان انا مش منتبه لجزئيه معينه في سؤالك. تذكرك أيوة. اثناء الشرب ولا قبل الشرب ولا بعد الشرب؟ ايوه في الشرب يعني. نعم؟ وانا بشرب اثناء الشرب. اثناء الشرب، اول ما تذكرت امتنعت. ايوه. تمام. لان عاداتي انا لما امرض ممكن اجيب كوب من الماء واطلع عليه واشرب منه. نعم ربنا يتقبل. وعندما تذكرت امتنعت، حاضر. شكرا على اتصالك. تمام. حكم الموسيقى. جمهور اهل العلم على حرمتها ولا يجوز سماعها شرعا. نعم جزاك الله خيرا. اخونا ده اسئله الاخ اسامه. اخونا محمد يريد ان يجعل زوجته تنتقب وهو ينصحها كثيرا وهي لا تنتصح في هذا الامر، ولكنه يخاف ان اصر ان تترك له البيت وتذهب الى بيت ابيها. انا لا ادري لماذا يقدم السوء دائما، وحسن الظن مطلوب في مثل هذه الامور. وعلى العبد ان يبذل الجهد وان يستغيث بالملك. لو انه اخلص في دعائه وهو ساجد لشرح الله صدرها وقلبه. ولا تفترض سوء النية فيها، فربما كانت احرص على النقاب منك، بارك الله فيك. ولا تدري ماذا يفعل الله بالقلوب بين يعني عشية ولحظة وانتباهتها. فانا اقول للسائل الكريم دائما وابدا خذ الامر بنوع من اللين والفضل، بنوع من الحرص والخوف عليها، بنوع من القرب من الله تبارك وتعالى. فاتحها مرة واثنين وثلاثة واربعة، وفي أثناء ذلك وقبل هذا في سجودك بتدعي ربنا انه يشرح صدرها الى الحق والخير. لكن ما يجيش اقول لها اصلا انا خايف البسها او خايف اخليها تصلي تسد البيت وتمشي. لا تمشي يعني ما ينفعش. النقاب النقاب فرض عند جمهور اهل العلم. تمام. وعلى رأي في الفقه يرى انه فضيلة وليس فريضة، وان كان ضعيفا. لكن المسألة المختلفة فيها ما نقدرش نحمل الناس على رأي، يعني قد اكون انا مقتنع برأي الجمهور لكن انا لا استطيع ان احملها. اتمنى ان تلتزم برأي الجمهور لكن لا استطيع ان اجبرها وان احملها على الرأي الاخر. هب يا شيخنا ان اخانا الكريم مقتنع ان النقاب فريضة. تمام. وهي اخذت بالرأي الاخر انه فضيلة. تمام. النزاع هنا كيف نحن يصبر يعني عليها. نعم. ولا يحاول ان يحملها صبرا، وده اللي بنقوله لشبابنا من البدايه. احسنوا الاختيار. انا لا اشكك في اخي انا كريم. بفترض سؤالا أنا يعني لا، وانا بتكلم كقضيه عام. انا عندما احاول من اي سؤال اسقط من خلاله على ارض الواقع يريحنا. تمام. فانا اقول للاخ الفاضل الحبيب بارك الله فيه، حتى ان كنت مصر وهي مصره، ده انا افترض افتراض جدلي ولم يحدث ولا وغير قائم الان بينهم في هذه الحاله، اقول له اصبر عليها وحاول بقى دورك انت بطل ان تجاهد فيها وانك تحاول تاخدها بعيد عن الشيطان حتى تقتنع بما هو فيه راي الجمهور ان شاء الله. ناخذ سؤال من على الصفحه شيخ الكريم حتى يعني لا يغضب منا زوارها. اسال الله عز وجل القبول يا رب. الاسئله عليها كثير. السلام عليكم. اختي تسال وتقول رجل يقبل بنت خالته وتقول له زوجته اتق الله، يرد عليها قائلا احنا تربينا على كده، ماذا تقول له؟ هذه تربية خاطئة جملة وتفصيلا، ولا تحل له ولا يجوز. لا يجوز للعبد أن يقبل ابنة خالته ولا ابنة عمته ولا ابنة عمه ولا ابنة. طبعا التقبيل بيبقى يعني من جبين أنا أفهم وخدين. لا في الجبين في الخدين في رأسها لا يجوز شرعا. تمام. لا يجوز شرعا أن يصافحها بيده. قال صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه فيسيل دمه خير له من أن تمس يده يد امرأة ليست بذات رحم محض.
ودي مش من محارم. معنى محارمي يعني هتقول له كده. اه نعم. معنا مين؟ ام محمود. السلام عليكم. محمود حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمود. كنت عاوز استفسر عن حاجه بعد اذنك. تفضل. بعد اذنك انا قاعد مع واحد مريض يعني على كرسي وكده. حضرتك ربنا يعافيك يا فندم. الله يخليك. لا حضرتك انا جليس مع واحد يعني يعني حضرتك اسف اسف ربنا يشفيه ويعافيه. يعني حضرتك جالس مع مريض. ايوه يا فندم. تمام. في كرسي متحرك. فحضرتك انا مش يمكن انزل اروح اصلي العشاء والتراويح. بتبقى انت حضرتك في صحبته مرافقا له. الو. حضرتك تكون مرافقا له يعني ما لا تتركه ابدا. ايوه يا فندم. تمام حاضر. وسؤال تاني برضه حضرتك. طيب. الو. ايوه اتفضل. سؤال تاني حضرتك بعد. حضرتك انا دلوقتي يعني في كل يعني لما باجي اصلي وكده بسرح كتير. وسوسة الشيطان يعني معايا مش عارف يعني. وبعد كده يعني في ساعات حاجه تقول لي قوم صلي قوم اعمل. في الفجر برضه نفس الحكايه. فكنت عاوز استفسر برضه انا اعمل ايه عشان ابعد الوساوس دي وما اسرحش في الصلاه. طيب حاضر. حاضر يا استاذ محمود. عظيم. يبقى شيخ الكريم احنا وصلنا لحد سؤال الاخت الفاضله بتقول لزوجها ما هذا لا يجوز واتقي الله ويقول لها تربينا على كده. هي تقول له الاسئله دي او الاجابات دي والادله دي. الله تبارك نعم. وتعالى وهذا محرم. هناك اعراف وتقاليد في بعض الاسر لا تحل وما انزل الله بها من سلطان. مثل ما يذهب الرجل اخذ زوجته عندما تاتي ويقبلها وتقبله هذا حرام سواء من سفر او من غيره. حرام شرعا. بعض يقول لك يا عم ده انا اللي مربيها. يا سيدي كبرت وبقت عروسه ما عادش ينفع. البعض يظن انها محرمه عليه. هذا تحريم مؤقت. نعم. اذا طلق اختها جاز له ان يتزوجها. او ماتت اختها. واذا ماتت هذا تحريم مؤقت. فبالتالي لك يا عم الشيخ انا اللي مربيها يا راجل بس كبرت بقت عروسه ما عادش ينفع راجل. طيب تلاقي كله داخل مبوسه. هذا لا يجوز شرعا. هذا حرام. وليتقوا الله تبارك وتعالى. لها سؤال اخر سريعا شيخ كريم بارك الله فيكم ولكم. هل يجوز للزوجه ان تمنع دخول بعض الناس الى بيتها لانهم يرتكبون بعض ما حرم الله في وجود زوجها لانه يعيش زي ناس كتير بتقول مش هنغير الكون؟ هنا نفرق او لابد من معرفه الامور اللي بيرتكبوها محرمه. لانه ممكن حضرتك مثلا داخلين معاه الهاتف بتاعهم وشغلوا أغنية من الأغاني محرمة. نعم. لكن قد تكون أخته وقد تكون أمه وقد تكون ابن أخوه أو إلى آخره. فهل هذا نقطع الرحم؟ لا نحن نلفت نظر ونجاهد معه. لكن يرتكبون محرما كالزنا والعياذ بالله أو الشر شرب الخمر لا يدخلون البيت جملة واحدة. ومن يغضب يضرب رأسه في الحائط. لكن هذه المعاصي اللي بيقع فيها كثير هي محرمة بالتأكيد. لكن كيف نعالج؟ الوسيله والاسلوب مطلوبه. الله يصلح حالنا وحاله. جزاكم الله خيرا. اخونا محمد كان له سؤال اخر. هو يعمل في شركه سائق الاتوبيس بيشغل اغاني. يقول له يعني اتق الله احنا مش عايزين نسمع اغاني. يعني زملائه ربما هم الذين يردون عليه سيبنا احنا عايزين نسمع خليك في حالك حاجات زي كده. انا اقول للسائل الكريم ما دام المكان لا يخصك او بمعنى ادق سياره انت لست متحكما فيها مش سياره خاصه دورك النصيحه. فعليك أن تنصح هذا الرجل وتنصح إخوانك وتقدم استجابوا للنصيحة فالحمد لله. لم يستجيبوا للنصيحة بارك الله فيك. فما عليك إلا أن تشغل نفسك بالأذكار أو بقراءة القرآن وما كأنك تسمع وتنكر ذلك وهم يتحملون الوزر أمام الله تبارك وتعالى. اتصال أخير. أم سعيد السلام عليكم. السلام عليكم. مسلمة. أيوة السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لم أطيل على حضرتك ولكن عندي استفسار صغير. دلوقتي أنا منتقبة ومدرسة في مدرسة مدرسة لغات. دلوقتي كل المدارس بتحارب النقاب حضرتك أكيد عارف. كله بيقول لك ما تلبسيش نقاب ما تخشيش من جوه المدرسة طبعا عشان أمور البلد. كل المديرة طبعا والناس اللي موجودة إحنا عارفينك إحنا ما فيش مشاكل بالنسبة لنا. أنا مش بتكلم على إخوان ولا مش إخوان أنا بتكلم على التعامل. شغلي كويس جدا وممتازه جدا والناس بتحبني. هم كل المنتقبات كل المنتقبات اخواني اختنا منتقبات. لا انا قصدي علشان لما هي دي الصوره يعني الصوره اللي ايه
حضرتك فهمني طبعا. طبعا الصوره اللي وصل الناس ان معلش اصل النقاب بيخوف، معلش انت كويسه واحنا فاهمين، بس يعني التعامل الدين تعامل. المهم المديره جايه دلوقتي بتقول لي معلش تعالي على نفسك، ويلاقي النقاب جوه المدرسه. طبعا خلينا على علم جيد جدا ان انا ان الواحد محتاج المال، يعني مش هقول لك بقى انا مش محتاجه، لا اكيد محتاجه. تمام خلاص. لما استفسرت بقول بحكي لزوجي، زوجي مش فارقه معاه تماما. يعني حضرتك كان في استفسار ان زوج من شويه كان عايز يلبس زوجته النقاب. احنا العكس عندنا، انا زوجي مش فارقه معاه تماما، يقول لك هو مش فرد وانت يعني هو اللي مش الجمال الخارق. انت فاهم طبعا، واحنا محتاجين الفلوس، وانت بتعملي ايه؟ انت محفظه، انت بتقعدي في المسجد. احنا الحمد لله ما فيش عندنا يعني حتى لو مدرسه اللي هو المدرسه خاصه، بس ما فيش اللي هو بيقولوها ايه قعده الرجاله مع الستات يعني. نعم. مفيش اختلاط. فانا قاعده في المسجد بنزل اخد الفصل مثلا واطلع اصلي، ادي القران بتاعي او ادي التربيه الاسلاميه وانزل وانا ادي الفصل، مفيش احتكاك بيني وبين المدرسين. فدلوقتي مطالبه ان ايه اللي اسيب المدرسه تماما ومفيش شغل خالص. ده انا قدمت كذا مدرسه على نفس النظام ده. دي اول سنه ليكي في المدرسه دي؟ لا انا بقالي 3 سنين حضرتك بالنقاب عادي. وايه اللي جد طالما هم عارفين؟ والله ما اعرف. النظام الجديد بقى طبعا ناس جديده مسكت مش طايقينك نهائي، مع اني بضحك عادي وببتسم، مش اللي هو مش اللي هو الـ يعني اداره المدرسه اختلفت، فناس جداد جم عليك يعني. طبعا انا قلت ايه طب خلاص بكرامتي اروح اشوف مكان تاني واسع في الارض، اسع في الارض يعني. طيب الصوره واضحه يا ام سلمى، شيخنا هيجاوبك. حاضر متشكره جدا. هو بس الزوج بيقول ان ما دام مش فارقه معاه خلاص يلاقي بره المدرسه والبسيه بره. طيب انا بس ده الاستفسار، انا هلبسه بره، فهل ده نوع من انواع النفاق؟ بس انا حاسه ان انا زي اللي بضحك على نفسي. بس الزوج بيقول لي خلاص البسيه بره، انت عايزه تلبسيه البسيه بره. حاضر. وجوه المدرسه طبعا عادي ما دام ما فيش اختلاط عادي عادي. حاضر يا استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا محمد لما يقول السائق يعني ما تشغلش اغاني، هو دوره النصيحه ولا يستطيع ان يحمل الناس على رايه. تمام. مشكله بين اثنين، استاذ سمير يحكي، فواحد منهما قال مش هتصالح وزوجتي تبقى محرمه عليا او حرمانه عليا طول العمر، وهو ما كانش يقصد الطلاق انما كان يقصد ان هو يمتنع عن هذا الفعل او عن هذا التصالح. إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وكما سمعت أذني من الأخ الكريم، هذه كناية من كنايات الطلاق، لأنه لم يقل أنت حرمانة علي مثل أمي وأختي أو كظهر أمي وأختي فلا علاقة لنا بالظهار، فهذه كناية من كنايات الطلاق. يسأل الرجل عن نيته، وكما وضح الأخ الكريم سألوه أنه يقصد المنع وفقط. أقول إذا كان يقصد الطلاق تحسب طلقة، الأولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة يعني الطلقة الأولى ترجع، الطلقة الثانية ترجع. نعم الطلقة الثالثة لا ترجع. إذا كان لا يقصد الطلاق كما ورد بالسؤال أنه يريد المنع وفقط، يكفر كفارة يمين، وهذا هو المفتى به رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. نعم. أستاذ مروان يعني والده توفي منذ أسابيع رحمة الله عليه. الوالدة طبعا هي في فترة العدة المتوفى عنها زوجها، ولكنها النفسية يعني في البيت والوحدة وما شابه ذلك، هل له أن يخرجها من باب التهوين عليها تذهب هنا أو هناك أو عند أحد أبنائها أو أقول بناتها؟ للسائل الحبيب أمر الله ينبغي أن ينفذ، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، هذه آية في القرآن في سورة البقرة، وعلينا أن نلتزم بها، ولا تخرج المرأة من بيتها إلا للضرورة، والضرورة كما لو كانت تعمل ليس هناك من يعول أو ينفق عليه، ولا تستطيع أن تأخذ أجازة، أو أنها تخرج لشراء حاجاتها الضرورية وليس هناك من يحضرها له، أو مريضة تذهب إلى الطبيب. لكن بقى أصل يا شيخ النفسية تعبانة، وبعدين يا سيد الفاضل بارك الله تعالى فيك وأكرمك، كيف تقبل لنفسك أن تترك أمك تقضي عدتها وحيدة في بيتها؟ لما لا تأخذها عندك أو تذهب عند أحد؟ يعني يجوز هذا؟ نعم. نعم هو ربما يريد هذا، ولذلك أنا تعمدت أن ألفت النظر لهذه الجزئية. أخرجها من بيتي. أيوة نعم. الزوجية يجوز. نعم. يجوز أن تقضي، لكن تقضي العدة في هذا المكان. يعني افرض أخويا الفاضل ربنا يبارك فيه أراد أن يأخذ أمه عنده وتكمل العدة عنده، نعم يجوز. أو أخوه الآخر، نعم يجوز. أو عند أحد إخوتها. لو هتقعد هنا شهر أو هنا شهر، لا يجوز. يعني هذا الذي ينتبه لي، يعني افترضنا هي ترتاح عند أخيها أو عند أحد إخوتها، ربما تشعر بالحرج أنها تضيق. أنا أقول ليس هناك حرج، يعني إحنا مش عايزين نسيبها لوحدها، خشيت لأن لما تبقى معانا في البيت هتحتك بولاده وهتحتك بالزوجة، لما تبقى عند أخوها نفس القصة في إيه هات وخد في الكلام، لا بأس ولا حرج،
وليس بالضرورة أن تقضي العدة في بيت الزوجية، تنتقل إلى بيت آخر، لكن البيت اللي تنتقل إليه تقضي العدة فيه كاملة. الخروج والخروج لا يكون إلا بالضرورة. نعم. أخونا إبراهيم يشرب قرأ القرآن على بعض آيات القرآن على كوب ماء، نسي أنه صائم اليوم وهم بالشرب وهو يعني يشرب تذكر أنه صائم، فما الحكم؟ أقول للسائل الكريم إذا كان كما ورد بالسؤال وكما ذكر أنه رفع كوب الماء ناسيا ووضع الماء في فمه ناسيا ثم شرب ناسيا وتذكر أثناء شربه ثم رفع الماء والماء الذي في فمه أخرجه، صومه صحيح، فقد سقاه الله أطعمه وسقاه. أما إذا كان متعمدا أو متناسيا فعليه أن يقضي يوما غيره. نعم. أخونا محمود يعني هو يجلس مع رجل مريض على كرسي ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد لصلاة التراويح، فما الحكم؟ ده هذا هو سؤاله الأول. أقول للسائل الكريم إذا وجد في البيت حتى لو من النساء من يجلسنا خلال حرصك على صلاة الفريضة في المسجد، انزل صلي الفريضة في المسجد تماما ثم عد إلى البيت وصلي التراويح بجواره، فأنت مأجور على ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب هب أنه لا يوجد أحد بالبيت تماما والرجل حالاته مطمئنة وليس هناك من خوف إذا غبت عنه، كما حضرتك لو دخلت الحمام أعزك الله أو نزلت للسوق تشتري طلبات لي أو ليك، انزل لصلاة الفريضة كذلك. فريضة وقيام يعني القيام، صلي قيامك في البيت وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله. الشيطان يوسوس له ويقول أنا أسرح كثيرا في الصلاة. ومن منا لا يسرح؟ كل الناس يسرحون في الصلاة. ربنا في القرآن قال إن الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مطلوب من أخي الكريم أول ما تأتي الفكرة يستغيث، يتفل عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتفل ليس مجرد يعني أن يخرج رزاز أو يخرج ماء من فمه إطلاقا، إنما هو رمز حتى يزل الشيطان حتى هو في صلاته. نعم. يعني يدفع، كيف يدفع الشيطان؟ يتفل يعني أنا أجلس أمامك الآن وأتتني فكرة أهب أن أصلي الآن، لن ألتفت برأسي كما ألتفت إطلاقا، بطرف عيني وهكذا أعوذ، أنا أقولها بجهر لكنها في الصلاة ستكون سرا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان ثلاثة. الرجيم ثلاثا هكذا بلا ريق، ما خرج شيئا. الله يبارك. عظيم. أم سلمة منتقبة وهي مدرسة في مدرسة لغات وحكت المشكلة، يعني المدرسة تريد أن تخلع النقاب أثناء التدريس وما فيش اختلاط، وزوجها يقول لها يعني ارتدي النقاب في خارج وهي تحتاج إلى المال. أقول لأختي الكريمة لا تخلعي نقابك، وقال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دائما من كان حريصا على الحلال فالله يوفقه له، وربنا في القرآن يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لو كل أخت منتقبة قلعت نقابها مش هنشوف في الشارع يقول لك ممنوع تمشي بالحجاب بعد كده في الشارع، هذا كلام ينبغي أن ننتبه إليه. اعلمي أن الرزق بيد الله، في السماء رزقكم وما توعدون، فصري على ما أنت عليه واستعيني بالله تبارك وتعالى ولا تستجيبي لأحد ولا تخلعي نقاب. هي قالت أشعر أن هذا سيكون من النفاق أنها ترتدي النقاب في الشارع وتخلعه في المدرسة، والنقاب حتى للرجال والمدرسة فيها رجال بالتأكيد، ويطلع بالفصل ونزل الفصل سيراها رجل من الرجال المدرسين. لو هي خلعت النقاب أثناء التدريس فقط في المصلى أو هي محفظة قرآن يبدو من سؤالها بشرط أن تكون للبنات لا بأس ولا حرج، أما إذا كانت أولاد فسن التمييز لا يجوز رفع النقاب أمامه. يعني هي مشى في الطرقات في المدرسة في الفناء ترتدي النقاب. نعم. في مكان مغلق ومع أطفال بنات أو كده، أو أطفال صغار تكشف النقاب لا بأس. تمام. غير ذلك لا تفعل. لا تفعل. نعم. شيخي الكريم فضيل الشيخ سامي السرساوي الوقت معك انتهى. الله يرحمك ويبارك فيك. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر. جزاكم الله خيرا. آمين. جزاكم إصلاح حبيبي، ربنا يبارك. ربنا يتقبل. أشكرك وجزاك الله خيرا أستاذ عمرو الجمال. بارك الله فيك. مترجم لغة الإشارة، وأيضا جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم القبول والعتق من النيران. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام. وما أرسلنا من قبلك
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.